السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هرسم سيلينج معقد شوية، عبارة عن إن في ارتفاعين مختلفين. طيب، أول حاجة هجيب ليفل 1 وأرسم الحواف بتاعتي بالشكل دوت. طيب، عند اليونت أول حاجة لازم تتظبط يو إن، تأكد إن شغال بالمليمتر، وأقول له عايز أرسم مول أوت. مثلا بالشكل دوت، وبعد كده هقول له ده هنا انا رسمتها في الفلور. تقدر ترسم حاجات في الفلور في السيلينج، مش مشكله خالص. بس لما تيجي ترسم حاجه في السيلينج او ترسم سيلينج لازم تروح لوحه السيلينج. الحواف مش ظاهره عندي. اول حاجه ممكن افكر فيها الفي في، اتاكد ان الوول موجود ولا لا. تاني حاجه موضوع الفيو رينج، الفيو رينج مظبوط. طيب بعد كده افكر في ايه، في الفيسز. يعني بيقول شغل، لا هقول له نان. الحواد هيظهر عندي لما غيرت الفيس بيرستر لنون. طيب بعد كده اقول له انا عايز سيلينج على ارتفاع كام بقى، على ارتفاع 2200 مليمتر. تمام، اقول له انا عايز ارسم الحواد بتاعتي. تقدر تختار المقاس بتاعها، اقول له مثلا من هنا لهنا. طيب احنا قلنا في ارتفاعين، فمعنى كده ان انا عايز اعمل فجوه في النص. هتروح مثلا فاتح بالشكل دوت الفتحه او الارتفاع الجديد للسيلينج، واقول له اوكي. ما طلعتش عندي مفيش مشكله خالص. اتاكد من الفيو رينج، هخليه مثلا 1800 ظهر معايا. طيب انا محتاج بقى ايه؟ اول حاجه ممكن تعمل الاين للسيلينج بالشكل دوت، تاب اهوت. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل سيلينج تاني على ارتفاع اخر، وليكن مثلا 2500 مثلا سيلينج. هستخدم بقى السكتش ديت واقول له انا عايز مش عارف 200 2500، وهبدا ارسم السيلينج بتاعي من هنا لهنا. طيب لو جبت تاخد سيكشن هتلاقي ان ده على ارتفاع وده على ارتفاع وده مفيش حاجة بينهم. عايزين بقى نرسم الحتة اللي بينهم، ودي اللي بتفرق بين حد رسم شغل مظبوط وواحد بس عامل اللي موجود في البين خلاص. طيب بسيطة، هاجي هنا من كومبوننت واقول له ميك ان بليس، واقول له انا عايز نوعها يبقى سيلينج. سيلينج اوكي اوكي. واجي هنا على اكستروشن واقول له دي خليها من 2200 2400. ومجرد بس ان انا هقول له اعملها لي من هنا لهنا، وبعد كده هقول له اوفست مقاس بسيط خالص مثلا 20، ودستاب عشان اعمله كله مره واحده بالشكل دوت. فينش اهوت. تعال نشوفها في السكشن انه لو محتاجه اي تعديل نقدر نعمله بسرعه اهوت. بس هتخليها توصل لحد هنا. تمام، احنا عملنا السيلينج، ممكن دي برضه تخليها توصل من اول هنا كده بالشكل ده. فيبقى انت كده عملت السيلينج بتاعك مظبوط، والفيس دي تخليها ضم عشان تبدا تظهر معاك الحواد تحت.